قبض على ابتسامة يا كمان ولا ايه يا بحيل؟ قبض عليها يا باشا، دي مش متكلبشه، هي اللي بلغت عننا. بتقول له ايه يا بحيل؟ ان انا اللي بلغت عليكو؟ انت صح يا برنس، انا اللي بلغت عليكو، وانا كمان اللي بلغت على سرقه اثار المتحف، وانا اللي بلغت على الواد اللي قتلتوه في السجن، والدرويش اللي اتقتل كمان. بقول لك ايه، ابقى خلي لونا تنفعك يا روح امك. نسيت اقول لك، اللي سرق الاثار بتاعتك ما بيخرجش عن يدي او هما الاثنين مع بعض. على العموم ما تقلقش، الضباط اللي جوه ما بيتوصوش وهيخلوهم يعترفوا. وبوروي مبروك.